قام والي ولاية بتنا محمد بن مالك بزيارة معاينة وتفقد لمطار مصطفى بن بولعيد عشية عودة الرحلات الدولية إليها، بداية من تاريخ 30 أكتوبر الجاري بمعدل 3 رحلات إلى كل من ليون ومرسيليا وباريسا، مشددا على ضرورة الوقوف على الضروريات والتكفل بالنقائص التي يعاني منها. التغطية لسعيد حريقة. ونلموا كاع لي جروب نتاعنا لهنا، نديروا عمليه مسح شامله للمطار، نظافه لي زافالوار لي كانيفو لي روكار، في نفس الوقت نظافه المحيط، وفي نفس الوقت تقليم الاشجار وغرس اشجار جديده، في نفس الوقت نديروا عمليه نتاع مراقبه لكل راشد. يعني نديروا عمليه كبيره لحد ان نجوكم، نجوكم نلقاكم هنا، ماذا بينا نلقاكم في الميدان، رونديفو نتاعنا لحد 9 ان شاء الله، كونوا متفاهمين، سي بون يا جماعه، سي بون.